من أود حلقة الأناقة والجمال أيقونة الانستغرام فرحان برشا اللي معايا زيدا فما شوية في الموضة هكا والملابس والفازيت معناها جمعت بين الاثنين فرحان برشا مريم ساقة تكون معايا اليوم شاك مريم نحوي لك وليد ميرسي على البريزنتاسيون الحلوة أيقونة الانستغرام مدام انت مسيطرة على الانستغرام عايشك والله لي محلك في الابيض كي الملايكة عايشك صفا في فورما أما خير أنا ولا راجع فيصة انت ما يعوضك حتى حد بلاستك ما يتبع حد عرفتي راك عارفي راه كل ديمقراطية ذي راه ماني مش كل ديكتاتور ولا حاجة صحيت سيدة المخرجة تحب ورقة حمراء ولا كيفاش؟ ايوا خلي روحك خطك مستوي يا سيدة المخرجة تحية كبيرة العزة تويتي فرعان برشا زاد اللي معايا اليوم فاشن هكا كيفاش نقول لكم انتوما فاشن ديزاينر فاشن ديزاينر عظيمه في هكا الموضه والفازيت والملابس زاده والروب والدنيا نوعا ما نوعا ما سلام عسلام سلام وليد صافا في فورما انتم فما منافسه نكملوا بعضنا نكملوا مع بعضنا هي تصمم وين نلبس هي تصمم وتبيع انت ونبيع زاده اي سيدي نشوفوا الروندة الاولى شكون باش يكون سعيد الحظ وشكون باش يفوز بال 600 دينار كاش نمشي مباشرة الباب سعدون هاجر سانكيز شعبك يا هاجر عسيمة هاجر اش نحويلك يا هاجر لباس كحويكم انت صغيرات لباس الحمد لله انت بلباس في فورما صوتك طايح شوية اللي نرجيش بها اش نوى العشاء طايبة حاضر كل شيء نورمال ما مدى بالعشاء طايب تبدأ في فورما يا هاجر فورما ان شاء الله فورما صغيرات عشاوة لا مازالوا بعد شوي مازال بكري ايوه واش وشكيك صحيت والمسيو بحذاك تعشى ولا ما ولا خرج؟ لا برا خرج ريت كيفاش ريت 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 كيفاه نورمالمون يسمع فيك هك... لا ما يسمعش ما يسمعش زاد مالك كان تربح 600 الف ما تقولوش سمعت بيناتنا اقعد معنا يا جنوب تعلق التليفون نمشيو لخزنة دار 34 سنة سليم عياري شاوك سليم مرحبا يا سليم شنو احوالك يا سلايم والله الحمد لله يا اخوي لاباس عليك من توما سلايم تكنيسيان سوبيريور سيستيم الكترونيك فما خدمه ولا مازال والله ان شاء الله اخوي ان شاء الله في الثنيه ان شاء الله يا اخوي ما ربي سهل في الثنيه ولا سور ولا فما انترتيان ولا شنو الامور خلنا نعاونك خلنا نعمل لك كيفاه؟ ان شاء الله اخويا ان شاء الله تتحرك احكي لي على مميزاتك هكا احكي لي على روحك شويه خلي بالك فما شكون يبدا يسمع هكا حاجته ببروفيل كيفك تو يكلمك ديريكتومون اي فهمت انا اخويا تكنيسيان سيستيم الكتروني اي خرجت 2010 اي تتغشش فيه ساعة ولا اول حاجة اي والله كنت نتغشش ساعات نتغشش مش برشا تو ما عادش تتغش ها؟ نحب نولي دم بارد شويه اي يلزم دم بارد ما تعرفش ما عنده وين يوصل تجربه قداش عندك تجربه خدمت ولا ما خدمتش قبل؟ خدمت عام في السجن في بيناروس اي امورك واضحه عندنا التجربه عندنا الاكسبيريونس ما يتغشاش جمله سليم امور واضحه ها تو وين باش بوستولي باش يقبلوك يا سلايم ابدا ب 600 دينار ساعه حاضر ربي يسهل اخوي حاضرين ان شاء الله يا رب يا سيدي هاجر سليم سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يلعب مع مريم ما همشني بالتليفون ولا مع سلام نبداو بك انت يا هاجر حاضره؟ حاضر ان شاء الله مغرومه بالكوجينه ولا شوي ريتك ما تجاوبش على السؤال هذا مع اصحاب هاي يا 10 ثواني هاجر سؤال يقول يا هاج نعم يا هاج نعم سميلي ثلاثة حاجات يجيو في الطاجين العظام والفرماج والحم ريتك الآن ذيك أنا الآن ذيك معلمة الآن ذيك أنا عاقبك عليها الآن ذيك ضيعت لنا بازو ثواني برا بركاي فرماج والحم وعظم ايه ثلاثة إجابات صحيحة في 4 ثواني ومحليها الطاجين يلا نمشي والسلايم يا سلايم حاضر حاضر خويا ان شاء الله ديما حاضرين ان شاء الله 10 ثواني سلايم سؤال يقول سميلي ثلاثة نكهات في الياغورت نكهة فاني فريز وبنا
فاني فريز بنان برافو سلايم 3 ثواني اسرع من هاجر بثانيه. سليم لك الاختيار. اسلام ولا مريم؟ هاي هاي ولا يا شكونك قول لي تحب تقول لي قول لي كيما هما زوج زاهين هما نعرف دبلوماسي دبلوماسي هاي عباره نختار اسلام نختار سلايم مع سلام هاجر مع مريم. تنطلق الروندة الأولى بسؤال السرعة، سؤال يهم البنات الموجودين في الاستوديو. البزر من ستكون الأسرع؟ هاجر سليم تقعد تسمع فقط البنات يديكم على البزر. سؤال يقول شنو اختصار عبارة Global Positioning System؟ قعدنش قلتها سنة GPS. GPS جواب صحيح. Global Positioning System هو GPS. أحسنتي يا مريم لك الكلمة أنت وهجر هكا ولا أي يا هجر هجورة يا هجر اليوم لاباس حبيبي والله الحمد لله صافا أنت يا برسا هجر حاضرة حاضرة مع مريم يا هاجر انستغرام فاميلي هاجر حسيتها احساسي قال لي قال لك ليه تبع فيها على انستغرام هاجر ولا نتبع فيها وعلى اسم بنتي على ذيك انا بتبات نحبها لمريم شيخت عندك لا مريم انستغرام جو ربحين ميلا ان شاء الله ان شاء الله ورينا قدراتكم تو يا لا هاجر 30 ثانية تتشاور انت ومريم تعرف قانون اللعبة تعطيني الاجابة قبل ما يوفى التوقيت سؤالي كله اشنو الاسم الحقيقي للفنانة حبيبة مسيكة؟ الاقتراحات مارغاريتا جوزيفين والا ماري. هاي حبيبة مسيكة مارغاريت مش مارغاريتا انا سميتها لك البيتزا مارغاريتا الموجعه اسمع مارغريت سمعته برشا قبل فك المسلسلات نتاع توينس حتى انا هي تحس هو يسميه ماما العب يلا يا هاجر هجورة مارغريت جواب نهائي بين مارغريت جوزيفين والا ميري شكون شنو هو الاسم الحقيقي للفنانة حبيبة مسيكة اخترتو مارغريت سمعتوه في مسلسلات هكا اسم متداول مارغريت يا هاجر نعم كنا صفر نقطة بقينا صفر نقطة بعد ما طيبنا طاجين طيبنا طاجين باللحم باللحم والفرماج صح عليك يا هاجر مارغريت جواب صحيح برافو نقطة اي ما يا هاجر ما قلتش شنو العشية طب نسيت ما سالتولك السؤال هذا والله غريبة شنو العشية يا هاجر هو عندي حاجتي ايوا لا خلينا نحلقوا توا اللعبة تاع حاجتين تفضل في عقلك يا هاجر خذ راحتك ناس تسمع فينا ما عندنا حتى مشكلة شنو مال حاجتين يا هاجر؟ كفتي براس يا رسول الله هاي والثانية وكفتي راجلي ما ياكلش الراس طيب هو خرج توا والله صح عليه نورمالمون ما يتحركش من كوجينا الكبير لا هاجر هذا ومرقة يعني مرقة مازال تفضل في عقلك يا في عقلك شنو هي الثانية؟ مرقة زعرة مرقة زعرة ايه مش ياكل هو ولا ولاد يا والله ما لا هاجر هاجر صنيفة هاجر نعطيك نوت 10 على 10 معناها شوف قالتك ما ياكلش الراس يا اخي طيبت له مرقة زعرة راه وليد مخميخ معناتها كان عطاك 10 في الميكلة راه كعرف 10 على 10 بالحق صحيح صحيح هاجر امورك واضحة امورك واضحة عندنا نقطة امورنا هانية سلام سليم يستنى مسكين الراجل لوش في خدمة يعني بك الربي كمل قرايته ما يتنرفزش برشا ما تنجمش نرفزو اليوم تجي انت اليوم ترجعوا للتنرفيز سلام مريم سؤال البزر مرة أخرى سؤال يقول المسجد الأقصى موجود في أي مدينة فلسطينية؟ المسجد الأقصى وين موجود؟ القدس القدس جواب صحيح القدس زهرة وزهر برسمي زهري كاس الأحجار والله به هجر نعم آي لله هجر سيب لي كل كسي بالراس وكل مرقة زهرة توا وركز لي
30 ثانية هاجر. السؤال يقول شنو هو أصل الكوفية؟ اقتراحات: فلسطيني، أردني، وإلا عراقي. تعرفها الغيبانس هجورة؟ أنا بدي الحق منيش متأكدة وما نعرفهش. الكوفية فلسطيني، أردني، عراقي. هي بين الأردني والعراقي، خاطر فلسطيني مزنا كي جاوبنا حاجة فيها فلسطين، دونك انا راح خرج جليمي اردني ولا عراقي. عراقي عراقي نجاوب عراقي. هاجر جاوبني هي يا عراقي. ما عنديش غيبانس الحق. انت ما تعرفش احنا مغرومين بالفخ، تعرف اللي احنا مغرومين بيه، ما عندناش بكون الاجابة فلسطينية. تعرف اغنية الكوفية؟ والله لي اصلا ما عرفش معناتها. شنو هي الكوفية؟ الكوفية هي كل العجال، اللبسة هذيك اللي يلبسوها في الصحراء، هكا اللي يبدا اكل ابيض، كل خيط هذيك اللي يلبسوها على روسهم. اوكي والله ما عرفتش ليا، نسخب على لهجة ولا جماعة العراق مش يلبسوا الكوفية الحمراء؟ ها فلسطين، فلسطين حمراء زيدا في بليلي والله، بيضة وكحلة وبيضة بيضة وكحلة. هاجر هي عادينا ما عرفش شنية لونها، ما انت اصلا شنية هي اول مرة تعملت في مدينة الكوفة وين؟ ايوه اللي هي وين؟ اللي هي العراق. احسنت يا هاجر، برافو هاجر. الكوفية عراقية، الكوفية عراقية. جماعتي ما يخيبونيش. دونك هي الحمراء والبيضة مش البيضة ولا الكحلة. لا البيضة والكحلة. كحلة. البيضة والكحلة. اتعملت في العراق. أصلاً من بعد اللي يلبسوا فيها حمراء. بعد ولات توندونس يعملوا لي كولور. الأحمر والروز. الروز ما خلطوليش، مازالوا في الأحمر. طب تحمل الروز أنت، صلي على النبي. نقطتين هكا ولا نقطتين؟ صفر. سليم ما سمعناش صوته، ربي يقدر الخير، حاسس باش يرجع يتنرفز اليوم. يلا سؤال السرعة مرة أخرى. السؤال يقول شنو هو سلطان الغلة؟ شدك الفار. لا لا غزرة الرطور، شدك الفار يا مريم يا سقا. عطيني سلطان الغلة ساعه. الهندي بيان سور، الهندي المقشر. وجاها هندي مقشر. جاها هندي مقشر، لحظة فرحة. لا سلام، جاك الهندي المقشر. الفار صحيح الفار، أيوا ما ظلمنيش، ظلم لي. أي لا لا مش متعت بنايتي وأنت تغزر للروتور وقلت وتهبط عينيها تو شيء. استمتعت بالهندي. أي لا سلام، سلام. نعم. خويا بالفازة ذي أنا متأكد أنت عندك الزهر. يعني فما خدمة جائية. استنى ساعة، استنى قبل ما نتغشش أنا تو. شبي صوتك هكا؟ نحسك صوتك ما فيه شوية برشا موجات سلبية سليم. لا لا ولا شيء صحيح. اسمع كل شيء، اسمع كل شيء توجير. خليها على ربي صحيح، خليها على ربي كل شيء توجير. اضحك والعب واسمع، ما يدوم شيء. اسمع صحيح، كل شيء تويسلك. كيف يقولوا الغنية هي تتسلك هكا؟ كيف فما غنية هكا تتسلك؟ سمعتها ظهر لي راب هكا صحيح. أحمق ياسر في الراب. سليم سليم 30 ثانية باش تذلل الفارق يا سليم. السؤال يقول قداش من مرة تنظم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في تونس؟ الاقتراحات: مرة، مرتين، ولا ثلاثة مرات يا سليم. انت باش تعاوني عاد سليم في هذا. قداش من مرة تنظم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في تونس؟ مرة ولا مرتين ولا ثلاثة مرات؟ نتصور مرتين كيك. مرتين ولا ثلاثة؟ مرتين ولا ثلاثة؟ مرتين. انت سور ولا ليه؟ ولا انا ما مش برشا هيام يا سليم. قداش من مرة تنظم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في تونس؟ إسلام شكت في مرتين ولا ثلاثة مرات، استبعدته مرة، استبعدتها نهائي. أعطيني إجابة نهائية يا سليم، مرتين ولا ثلاثة مرات؟ سليم أنت شطار. الحمد لله أي نشوفوا إسلام. يا سليم ما عنديش فكرة كبيرة الحقيقة، انت خمس عنا توقيت نقولوا انتهى التوقيت مرتين. جاوبني هي
جاوب نهائي مرتين. قداش من مرة تنظم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في تونس يا سليم؟ رغم اللي سليم شكت في ثلاثة مرات ومشيت ورجعت عملت هكا فايف يان يضحك سليم أضحك أضحك يا سليم. هما 65 94 و2004 للأسف الإجابة غلطة يا سليم. شبيك شكيت وخفت سليم؟ ما نعرفش ها؟ مستنسى تصدم ساعة ها؟ شكت في ثلاثة مرات مشيت وبعد كحتيتها أنت قلت لها يا سليم جاوب أنت تبلوكيت صحيح مسيرش يلا سيدي ما زالت المباراة. مريم سقى باش نعاقبك عليه خاطرك تستعمل في الهاتف الجوال أثناء العمل. حاب نعمل ستوري نوريهم الأجواء هوني في اف ام. اه هكا كان سامح ريت كيفاه اللي يعجبك فيا مصل حاجة. يا سيدي سؤال الأولوية مرة أخرى المرة ذي يا مريم كان جواب صحيح ثلاثة نقاط تضمن 600 دينار لهاجر. إسلام مطالبة بتذليل الفارق مرة أخرى. السؤال يقول هوني شنو هو اسم السلطة اللي من مكوناتها الأساسية الخبز؟ سلطة بلانكيت حطينا صنيفرة ومش كان هاجر ما تعملوش في السوسة ما تعرفيش بحق نعرفها نحن في رمضان لازم كنت تنصب سيختو لي مثلو لانين كنا بدو فرحانين سلطة بلانكيت كما تبديش ناكلهيش وما نعملوهيش شو عندك حاشيني تاكلو بالحارة اللي هو سلطة بلانكيت والهندي حارة بلانكيت حارة هندي وكناتي ذو ما رأوا معلومات بلانكيت بالمبساس وفوق هذا السلطة نسير ذوكم ما دوه يقول الله أكبر تعمل تمرة وثلاث عرى حارة هاي اللي هيش قوية في البلانكيت ولا ايه؟ سهلة عادة البلانكيت كيف ايه؟ لا مش برش خاطر ما نحبيش ردبيرك كان يتحبوا تحكي على موضوع نحبه برشا رونا تحكي على موضوع عندي ضعف معه في رمضان هجر عايشك مانيرا وانا دوما الحاجات هذوما قدرهم على الاخر على جيلك نعمل هالمرة جاي صحيت هجر خلي العلاقة طيبة للاخر ها؟ يا هاجر 30 ثانية يفصلوك على 600 دينار. هاجر تتشاور انت ومريم تعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. سلايم إذا كان جاوبوا صحيح وربحوا عندك هدوء نتاعك مشيش تغش صحيح اقعد هكاك اقعد زي ما انت زي ما انت. يا هاجر 30 ثانية السؤال يقول قال لك يا سيدي بن سيدك وين موجودة براكة روف باي ما تتقال كنا السؤال ما يتقال كنا كيك براكة رؤوف باي رؤوف باي اقتراحات سيدي بوسعيد حلق الواد ولا المرسى يا حلق الواد يا سيدي بوسعيد يا المرسى اوه عاونتها برشا الحلق سيدي بوسعيد والمرسى رؤوف باي قلت لها يا سيدي بوسعيد دي حلق الواد قوية مني تحليل أفلاطوني العب يلا أكل ميكرو يا ماري هاي مجورة لازمنا نربحو راو لازمنا نعطيو إن بون ريبونس هاي ما عادش عندي توقيت المرسى ولا سيدي بوسعيد مكسرين سيدي بوسعيد هاي حتى المرسى تنجح هاجر هاجر مرسى قالت مريم مرسى مرسى صاي انت التوقيت بدل رايك مرسى لا المرسى طول مرايك انت ماشي سيدي بوسعيد على روح علاش علاش حسيت هكا المرسى نعرفش بكي تطلع المرسى. سيدي بوسعيد غلطه اش نعملوا ترى ما نربحوش ما تربحوا ما تبقى شاركت مع مريوما عادي كل شيء اسمع شيء كبير هذه هذه محبه حب كبيره حب 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 متبادل محبه كبيره يا ها حطينا نحبك والله حطينا نحبكم ومحليكم أنا نخمم نقلب وراء البرنامج عندي ما نقول لك ونجيو حبوا بعضكم في عقاب عليه محليه الحب والله محليه نعرف عز حاجة في الدنيا أما هل الإجابة صحيحة باش تقعد تحبك يا جر ولا هذا هو اللي قالت لك حتى مرسيحة عجيب والله والله كله ماكل قصي لا ينحيك كل كله ماكل قصي بالراس انا ايش خلاني كي اختار هو اسلام انا فرحت فرحت يا لا حتى اسلام باهي الحب اكثر في مريم الحب اكثر في مريم ايش قالك شنو قال لك يا بنتي مروح انا مروح انا مروح انا مروح
بربي بعد بعث لي مساج على انستغرام زادة هكا واه نروحوا احنا نسكروا البرنامج يا سادة المخرجة بريك تروف بي اسمه على اسم خالي تحية كبيرة ليه زعما في المرسى ولا في سيدي بوسعيد ولا في حلق الويد اللي ما حسبتوهاش جملة ما فهمتش علاش حلق الويد ما خزرتوش الحلق الويد جملة برامون مكسرين البيت وكل فازيت هذيك بين المرسى أكل فازيت هذيك أكل بيت استنى استنى سي عذي بشد لك فرانتا أكل بيت وكل فازيت هذيك هما أكل فازيت العروبي العروبي هو يرد بك يسمعوك تقول عليه معروبي راه هذيك ما تجيش معهم برشا غلطت في التصنيف وين موجودة بريكة روف باية ذي لازم كلمو الشيخ عبد الستار عميم كانت ماشي لسيدي بوسعيد المرأة على روحها تاكل بامبالوني تحتفل ب 600 دينار عملت لها تحويل وجهها بدلت لها رايها وبتزهر معني ما عندكش الإجابة قوة عظمى ذي تتسمى قلت المرسى وهي المو عندها ثقة فيك قالت المرسى وتبعتك هجر نعم أكل كسي بالرأس ريتو ريتو كسي بالراس كليت منه وانت صحي تستدعى فيا هاجر والله قلبك كبير قلبك كبير بس ديت بقى رشوة يا هاجر بعد الميسيون مش ما تديش رشوة بعد الميسيون بعد الميسيون به الرويج الماو في القهوة توا ولا وين في القهوة مشي راح ياكل مرقة زهرة مرقة زهرة كنت ماشي يا سيدي بوسعيد على روحك بدلت لك رايك للمرسى بريك تروف باي موجودة في المرسى جاوبتها مبروك عليك يا هاجر 600 دينار كاش من اهداء اتصالات تونس مبروك عليك يا هاجر ميرسي يعطيكم الصحة وربي يفضل لكم ربي يخليك مبروك ايا الله هاجر ميرسي بيا مريومة على شكون تحب تسلم ابدا بالمسيو كنا هذا نسلم على رجلي أمي وولادي وأخواتي تحية كبيرة ليهم الكل مبروك عليك يا هاجر مبروك إن شاء الله صحة وبالشفاء الكسي بالرأس يا هاجر من قلبي راهو هاجر من قلبي من قلبي ربي يخليك يعيشك يا هاجر نسلم عليك برشا سلايم خويا بيه سي خلينا نفهم تغششت ولا ما تغششت؟ إيه ولا عادي خويا مادام عادي مبروك عليك يا هاجر أيوا اسمعني اسمعني مادام ما تغششتش في هذيا امورك واضحه في الخدمه الكل باش يبدا عندك وسع بال كبير مع الكليونات ومع لي فورنيسور خاطر هذوك اكثر حاجتين لي نجم معناها تتنرفز معاهم دونك امورك واضحه اكبر تيست ليك انت هو هذايا سلام عملت عليها جاء سؤال في الكوره الله غالب انت ما عندكش المعلومه وهي شكت ولكن التردد مبروك عليك يا سلايم بونداشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصال تونس مبروك عليك سلايم هاي شكرا حبيبي يا رفيق هاي علاش كنت حاب تسلم يا باترون ولا يسلم عليكم انتم يعطيكم الصحة يرحم والديكم يا عايشك يا سلايم ان شاء الله اخويا تلقى خدمة وتبدا شهرية فاز وزملي عايش يرحم والديك ان شاء الله يا ربي عايش. ربي يحل بيبان في وجهك يا سليم مبروك عليك البوند اشا قيمته 100 دينار اتوال 600 اتوال 1 دياس هو الكود اللي يخليك تفرح كيما فرحت هاجر بال 600 دينار كاش ترتيحة صغيرة مع البيوب راجعين سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة على في محل راديو مازن واصلين معكم حتى الثمانية متاع ليلة توال 600 توال 1 دياز هو الكود اللي يوصلك لل 600 دينار كاش توال 600 توال 1 دياز هو الكود اللي يخليك تربح الكيا ريو قيمتها 50,000 دينار من اهداء اتصالات تونس نمشيو للروندة الثانية مباشرة من العوينة مدام فريدة مرزوقي شعرك مدام فريدة عسلامة لباس مدام فريدة الحمد لله ما فهمتش مدام فريدة لا المخرجة صفقت عليك ولا الكرونيكوز صفقوا عليك هاوش نعاود لا لا صفقت لا السيدة المخرجة ما صفقش نحب تصفيقة قوية على مدام فريدة صحيت 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 كان تعرفوا مدام فريدة شنو تخدم مدام فريدة وي لباس الحمد لله البنيات لباس لباس الحمد لله صحة بخير خير في فورما حاضرة المباراة إن شاء الله يا فريدة خذ معنا متاع رقم التليفون نمشيو للصفاقس 48 سنة عادل حسن شواك عادل عسلامة شحوالك مرحبا الحمد لله شحوالك لباس لباس يا عادل الحمد لله الحمد لله ستر الله الحمد لله صغيرات لباس ستر ربي ستر ربي الحمد لله تلوج على خدمة قالوا لي عاد
والله لوجه. شو عامل انت؟ جيستيون؟ عامل جيستيون من 2001. ان شاء الله ربي سهل يا عادل. تلقى خديمه بيه، بدأت تحل الامور، بدأت تتفرهد الامور. ربي سهل، ربي والله مسكر يا صاحبي، مسكر. لاباس، هيا سبق الخير، خلينا نبداو ب 600,000 وتوم بعد نشوفوا الامور نتاع الخير. ان شاء الله. يلا عدولة مدام فريدة، سؤال سؤال، 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع سلام ولا مع مريم اللي مقبلك تهبط في ستوريات. ما همشتني بالستوريات. يلا نبداو بك انت مدام فريدة، ولا لا السؤال هذا مش نصلوا مدام فريدة، السؤال هذا باش نصلوا لعادل الحقيقة، باش نبدا نكون باش نكون عادل. عادل. نعم. اي حاضر. حاضر ان شاء الله. حاضرين. السؤال يقول سمي 3 أندية كرة قدم مش من العاصمة. مش من العاصمة، نجم الرياضي الساحلي، نادي الرقي و شبيبة قيروان. 3 أجوبة صحيحة في 6 ثواني، برافو يا عادل. يا مدام فريدة حاضرة؟ حاضرة. 10 ثواني مدام فريدة. السؤال يقول سمي 3 من أبواب تونس. بتقرب نرى بتشجي. سريعة الله، حسيتك بنت ربط شوية مدام فريدة. فما ريحة الربط موجودة. 3 جبهات صحيحة في 3 ثواني، برافو مدام فريدة. لك الاختيار سلام ولا مريم؟ نختار مريومة. تختار مريم. به مريومة. مدام فريدة مع مريم وإسلام مع سعاد. اي ننطلقوا بسؤال الأولوية، سؤال السرعة، سؤال البزر. إسلام مريم، السؤال يقول شنو الشهر اللي يتسمى أغسطس؟ أوت. أوت. به أنا مشكلة مع البزر. مش بيك بهذا هذول اللي تخاف تحب مستنسة سريعة جدا. شبيك ركز. شبيك تاخ شوي ماء؟ يلا مريم. أهلا مدام فريدة. تعرف اللي مريم نجمة الانستغرام؟ يزي اليوم شكرتني برشا وليد راه بحق. والله تعرف اللي مريم ايش نجمة الانستغرام؟ مدام شكرتك ما عجبتك الشوكة. ما يا مدام فريدة راني هاني نصور فيك تورا ولا يتفرجوا فيك موثق. خلنا نمشيو للسؤال ديريكتومون. مدام فريدة 30 ثانية سؤال على نقطة، تتشاور انت ومريم تعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول شكون صاحبة غناية البير والصفصاف والنعورة؟ الاقتراحات صالحة، سلاف ولا نعمة؟ تعرف على الريبونس؟ نعمة. إن الحقيقة ما نعرفيش معطى الغنية هذي البير والصفصاف والنعورة، ما نعرفيش. نجم تحطوها لنا؟ والله يسأل السيدة المخرجة. نرمي الماء المخرجة نجم تحطي. ما عندكش عاد انت ما عندكش تحبنا نحن نعرفوها. مدام فريدة انا نقول نعمة. زعما انت تقول نعمة. مريم ما عندكش لازمنا نربحو راهو. مريم ما عندكش الإجابة انت كومبليتمون. انا الحقيقة لا. دونك استبعدت السيدة صالحة والسيدة سلاف واختارت السيدة نعمة رحمه الله. لا فريدة غنوا لك الغنية قبل ولا الحقيقة لا؟ ما تعرفيش الغنية معناها؟ جاوبت بالزهر مدام فريدة. نعمة نحبها. كيف؟ ما نعرفش الغنية هذه بالذات، ما نعمة نحبها. السيدة نعمة تحبها، دونك جاوبت بالمحبة. صاحبة غناية المحبة اليوم شيء كبير. صاحبة غناية البير والصفصاف والنعورة بين السيدة صالحة، السيدة سلاف والسيدة نعمة. اخترت السيدة نعمة والإجابة صحيحة. برافو نقطة. برافو نقطة المريم والفريدة. سلام اليوم ماهيش في فورمة كالعادة، مستنسة تعبة. تعبا من الويكاند بالضبط. اسلام. مريم
السؤال الأولوية مرة أخرى. البزر سرعة مطلوبة. سؤال يقول: شنو هو الجود؟ شنو نقولوا احنا الجود؟ احنا الكرم. شنو هو الجود؟ معنى الكلمة معناها اي في غناية سلاح مصباح موجودة الكلمة احنا الجود احنا الكرم. اي اما معنى الكلمة معنى كلمة شنو هو الجود؟ اي الكرم جواب صحيح. انت تجاوبت عليها على خاطر ما سهلت لكم انا كي قعدتوا انتم دايخين الزوز حبيت نسهل لكم قلت لكم احنا الجود احنا الكرم كرم الجود هو الكرم لما سهلت لهم يا والله حويل. يا سي عادل اي مرحبا يا عدولة 30 ثانيه يا عادل سؤال على نقطه باش تعدل النتيجه. السؤال يقول: وين كان يلعب الممثل المرحوم حسن الخالصي؟ اقتراحات: الترجي الرياضي التونسي، النادي الافريقي، ولا الملعب التونسي البقلاوة؟ الملعب التونسي. متأكد؟ تشاوروا حسن الخالصي الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي ولا الملعب التونسي؟ اي عادل عم اسلام كيف اللي مش مقتنع برشا بال ترجي ترجي ولا نادي الافريقي الحقيقة. اي عادل اي اعطيني الاجابة انت هالتوقيت. اسلام شكت في الترجي الرياضي التونسي ونادي الافريقي اعطيني الاجابة. هي شكت شلون في شكون ترجي هي شكت في الترجي مثل الملعب التونسي الترجي. بدلت رايك فيسا اي والله في ثانية بدلت رايك يا عادل. ما نسيت والله ورغم اللي قاعدة تجاوب بالزهر هي بالزهر هي قاعدة تجاوب ملعب تونسي ما نعرفش خاطب الترجي قاعدة تجاوب بالزهر. سلام الترجي الرياضي التونسي وين كان يلعب الممثل المرحوم حسن الخالصي. اخترت البقلاوة في الأول بدلت لك رايك للترجي الرياضي التونسي وحمد الله بدلت لك رايك يا عدول. جواب صحيح الترجي الرياضي التونسي. روندا ثانية تعادل نقطة نقطة بين مدام فريدة وبين سي عادل بين مريم وبين اسلام. اقعدوا معنا ما تبعدوش نخرج التتيحة صغيرة مع البيب رجعين. سبعة وثمانية واربعين دقيقة على FM أحلى راديو زين واصل معكم حتى لثمانية متاع الليل قبل الفاصل. فريدة عادل تعادل عادل بينتهم الزوز نقطة نقطة مريم وإسلام. مريم بدأت تسيطر إسلام رجعت شوية سيطرة لا لا ذيك في الطنبع الجوبك عليها آية مريم الإسلام. سؤال الأولوية مرة أخرى. البزر السرعة مطلوبة. سؤال يقول: مدينة البصرة موجودة في الكويت ولا العراق؟ العراق. خوي لي صوتك بربي. العراق. العراق جواب صحيح. أحسنت يا إسلام. العراق يا عادل. نعم. أين أنت يا عادل؟ أنا موجود. تعشيت ولا ما زلت ما تعشيتش يا عادل؟ والله ما زلت ما تعشيت. يا ربي. توا عادل تضحك ما تعشيتش وتضحك يا عادل. والله لا والله لا عندي شيء والله انا حزين توا خاطر انا مازال ما تعشيتش معناها ما تخليش نضحك ما لازمكش تضحك يا عادل. عليه ما عندك شيء استنى استنى ليه ليه قلت لي جمله ما نجمش عادي. عليه ما عندك شيء يا عدول والله هيك ما عندي شيء ورا خويا لا عندي شيء. اش فما اش فما بعد شويه عنا عمك طارق الحناشي تتقى فرغ له قلبك ها تو بعد كلم شيخ روحك عنده ميسيون صدقني اش فما ايه مشاكل الدنيا صعب. سلي عني بي خلي على ربي اسمع اسمع انت اسعى وربي تو يجيب الدنيا الكل تهنى خلي ثقتك ثقتك في ربي كبيره واسعى صديقي ها واخدم اي خدمه واخدم الخدم الكل ونحب نعطيك معلومه الكل نخدمنا نخدم الكل راهو شدك في بالك اخدم لاباس لاباس صديقي اخدم وخلي ثقتك في ربي وخليك تقول انا ديما قوي ولاباس وباش ننجح تشوف
ها بطون طبك يا عادي مش نطبك مش نبيك كلم طارق من بعد وبطون تلبيك ها يا عدولة 30 ثانية نقطة ثانية السؤال يقول النوم القهري هو النوم الاقتراحات بسبب الاكتئاب بعد الأكل وإلا المفاجأ وإلا المفاجأ النوم القهري هو النوم بسبب الاكتئاب ولا بعد الأكل ولا المفاجأ بعد الأكل ليه النوم القهري بعد صار بسبب الاكتئاب يرقد بلجي على روحه يا عادل اي نوم الاكتئاب جواب نهائي ان شاء الله ان شاء الله القهري النوم القهري النوم القهري يعني جاوبني مرتاح بسبب الاكتئاب اي اعطينا انت قعدت تتمهمش فيه الرجل هو اختار بسبب الاكتئاب وانتهى التوقيت اوكي انت واحد يبدا مكتئب بيمشي يرقد ما يبدا يخمم ما يجي يطير عليه النوم اه يا عادل يا عادل بعد الاكل مقهري هذاك اوتوماتيك ترقد مقهور ترقد ما تضرب كرسي بالعصبين ترقد اوتوماتيك ماما يا عادل يا عادل يهديك رب انا فماش معناها كرسي ديريكت يتقال انو حبيت نبدل المفاجاه ما خليتنيش المفاجاه النوم القهري هو النوم المفاجاه اما حتى الدبريسيون راهي تعمل النوم راه بالحق معناتها فما عباد بالمساعدات الاخرى ليه ليه والله ليه والله ليه فما عباد كي دبرم تفشل وترقد ما تبدا معنيش باش هو النوم القهري هو النوم بالحق بالحق الوقت يتعدى فهمت كلكوزا اما الجنرال مول يبدا مكتئب في التوقيت خاطر في التوقيت انت خممت فيها المفاجاه وما فهمتش علاش ما قلتهاش يلا ميسيرش مازالت المباراة نقطة تعادل عادل تعادل عادل بيناتهم يلا سؤال الأولوية مرة أخرى سؤال يقول شنو الاسم الكامل للفنان البريطاني زين الاسم الكامل للفنان البريطاني زين زين ما ما زين مليك ما نعرفوش ما يعرفوش زوز هذو ما ابداعات الزهرة الله غالب نمشي السؤال اللي بعده نمشي للسؤال اللي بعده سؤال الأولوية مرة أخرى لبنات يديك مع البزر السؤال يقول شنو الحرف الثالث في الأبجدية العربية نه انت التوقيت قعدت تخمم قعدت تخمم الله يحرم عليك ايه شو تخمم ايه بيتي ها فوت خمسة ثواني قعدت فيك ما نزلتش ما نعرفش ليه انا كي يغزر لي ديجا عرفت كي مهمشني شايفه كله غالي هكا الناس كل مهمش فيهم انا اي لا سلام عادل يا نحيت لي سؤال انا توا اي نحيت لك سؤال انت توا تسمعوا فيه الفار 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 مدام خمسة ثواني وعطاتك السيدة المخرجة موسيقى الفشل رجع صعيب حسيت ولا اي رجع بقوة والله لي والله ظلميني ظلمهم يا سيدة المخرجة ها راجع توا بوان فيرغول راجع صحيت صحيت وينك يا راجع كيف انا شاسبر سابلاس اي لا سلام عادل 30 ثانية فرصة أخرى نقطة ثانية السؤال يقول المقولة تقول انا واخي على بن عمي وانا وبن عمي على الاقتراحات الغريب اللئيم ولا العدو الغريب عود السؤال انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب تعرفها تعرفها هو هيك جاوبت برا بفهم الغريب واللئيم والعدو العدو ولا الغريب ولا العدو ولا العدو اي غريب العدو عملت لي شكشوك انت تو شنو غريب العدو اعطيني اجابه واحده العدو خليها الغريب اي اعطيني جاوبني هي هذا الماتش عندي توقيت تهديك الغريب الغريب العدو العدو لا سيد تو ماشي نبدل
أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على بين الغريب واللئيم والعدو، اخترت الغريب ومشيت العدو ورجعت الغريب ومشيت العدو وقعت ويمشي وجه يمشي وجهك القجر. الغريب جواب صحيح، برافو يا عاد. كنت مشيت للعدو انت يا اخي، ما قلت يا دخلنا بعضنا خاطر انا هكا هو راس الهم دادا عايش غريب من الاول. ريت يا عادل، يا عادل ريت كيفاش راس الهم دادا عايشه، تعرف هذايا ولا هكا وليت انا هو الخايب بارك. هاي كل مره اجي هذايا. يا سيدي سؤال الأولوية مرة أخرى مريم، لا فريدة تستنى باش تعدل النتيجة. السؤال يقول شنو اسم أخت بيلا حديد؟ شنو؟ أعطيني الاسم. جيجي. جيجي جواب صحيح. ليش قد قدر أني نزلت مع الكاسيون؟ ما فهمتش علاش. ها؟ غزرت للرتور مدام؟ راني نغزر هكا، هو مقابل لي الرتور، شنو نعمل دور وجهي؟ ما نعرفش كان سامحوني هكا نعمل ما غزرت للإكران ولا غزرت؟ انكونسيامون انكونسيامون نغزر. قالت لك غزرت اللوطة، غزر قالت لك غزرت اللوطة يا سيدة المخرج. شو قالت لك؟ ليه 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 والله طنت فيه من بعد. مريم كون كون صادقة، كون صادقة. والله 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 انكونسيامون نغزر هكا، مش مركزة مع سؤال معناتها، نسمع في بيلا جي جي معناتها معروفة من غير ما نقعد نقرا في السؤال. صادقة صادقة، ما أنا مريتهاش غزرت وصادقة. وشكون ما يعرفش بيلا حديد وجيجي حديد؟ يلا عرفت اعتبروا لك إجابتك صحيح. يلا فريدة. لا فريدة. وي. أي لا فريدة، 30 ثانية باش تعدل النتيجة. السؤال يقول وين يلعب ساديو ماني؟ الاقتراحات مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ولا ريال مدريد؟ اللاعب السنغالي. عندك ايدي في مدام فريدة؟ عاودي الاقتراحات. وين يلعب ساديو ماني؟ مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ. ميونخ. بايرن ميونخ. ميونخ. وريال مدريد. ولا ريال مدريد. يلا اش نجاوبوا؟ بايرن. بايرن ميونخ ميونخ. اي الله جاوب نهائي. ما عندي حتى انا. بايرن ميونخ جاوب نهائي. جاوب نهائي لا فريدة. اي قالت لك جاوب نهائي. يلا فريدة جاوب نهائي. وي حتى انت يا وليد تكبش، قالت لك جاوب نهائي. ساديو ماني بين مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ولا ريال مدريد؟ يلعب في البايرن. جواب صحيح. برافو برافو. التعادل نقطة التعادل باش نمشيو للكيستيون باراج. تفهم لها في الكرة مدام فريدة. جابتها قد قد. كيستيون باراج، إذا واحدة من البنات خذت الأولوية والمتباري اللي معاها جاوب صحيح يكون هو الفايز ب 600 دينار، إذا جاوبت غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. إسلام مريم البزر باش يكون الفيصل. السؤال يقول خالي من الرصاص بالفرنسية شنو؟ سان بلان. سان بلان جاوب صحيح. احسنت يا مريم جواب صحيح. سون بلان. اي لا كيما نغزرش ما ننزل فيه صعب فما واش نغزر بحق. اي لا فريده. لا فريده. وي معاك 30 ثانيه. لا فريده جاوب صحيح مبروك عليك 600 دينار، جاوب غلط عادل يكون هو الفائز ب 600 دينار. السؤال يقول من القائل خير جليس في الزمان كتابه؟ اقتراحات ابو الطيب المتنبي، عبد الله بن المقفع، ولا نجيب محفوظ؟ شكون قال خير جليس في الزمان كتاب؟ ابو الطيب المتنبي، عبد الله بن المقفع، نجيب محفوظ. العب يلا وشنيا نجاوبو مدام فريدة. كيستيون باراج راني نكون صعيب فيه، اعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. متنبي. انتهى التوقيت. متنبي جاوبني. هي نتبعك هنا مدام فريدة، خذ الحق متاع ربي، ما عنديش لا ريبونس. خير جليس في الزمان كتاب بين أبو الطيب المتنبي، عبد الله بن المقفع، نجيب محفوظ، اخترته
ابو طيب ما عندهم غلاسيون بالكتاب ما عندهم. المتنبي جواب صحيح، مبروك عليك. مبروك من هدية اتصال تونس، مبروك عليك مدام فريدة. سلموا عليك برشا مدام فريدة. عادل مبروك عليك زادة بوندا شاقيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس، ان شاء الله ربي يحلها في وجهك يا عدولة. مريم ساقة مرسي بوكو. اسلام جملي مرسي بوكو، نورتني اليوم. اللي الفايز معنا في الديجيتال، الفايز معنا في الديجيتال، شكون اليوم الفايزين معنا؟ برشا تبارك الله. نهار الجمعة 26 اوت لطفي الفزاني من تونس، نهار 27 اوت مهدي الفرشيشي من تونس، نهار الاحد 28 اوت ابراهيم مروكي من قفصة، مبروك عليكم 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. عزة تويتي في الاخراج مرسي بوكو، زهرة دورة في الاعداد، داوي ام سفيان فريق الاف ام تي في، تحية كبيرة ليكم، نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. رخصة من الناس كل، باي باي.